توزيع 4 جوائز على المشاركين في مسابقة أطلق عليها اسم الصحفي إسحاق للمختار، كانت لحظة استذكر من خلالها الصحفيون الموريتانيون في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة زميلهم إسحاق الذي مضى على اختفائه أكثر من 1.5 عام في سوريا. مناشدين مختلف الجهات ببذل جهود مضاعفة من أجل إطلاق سراحه. وهي سانحة نجدد من خلالها الدعوة من أجل تحرك رسمي وشعبي حازم في سبيل البحث عن هذا الزميل الذي مضى عليه الآن، مضى الآن أكثر من 1.5 سنة على اختفائه بينما كان يؤدي عمله بإخلاص ومهنية في مدينة حلب السورية. أعمال صحفية مختلفة تراوحت بين البرامج الحوارية والتغطيات الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية، فازت بجائزة إسحاق وللمختار وتم تكريمها في اليوم العالمي لحرية الصحافة. البرامج الحوارية التلفزيونية الزميل الدكتور الشيخ والسيد عبد الله، الصفحة الأخيرة تلفزيون الموريتانية، وقد استضافت الحلقة التي قدمت للمسابقة الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم السيد مصطفى والبدر الدين حول تاريخ الدولة الوطنية. خارج التكريم لا جديد فيما يبدو بخصوص الصحفي إسحاق وللمختار، فالمعلومة الجديدة القديمة الوحيدة هي أنه كان يغطي جانبا من الأحداث الدائرة في مدينة حلب قبل أكثر من 18 شهرا، لكنه اختفى فجأة. خرج عشرات الصحفيين الموريتانيين في مسيرات واحتجاجات عديدة، كثيرا ما كانت تنتهي بوقفة أمام القصر الرئاسي لمطالبة السلطات بتكثيف جهودها لإطلاق سراحه. وصرحت السلطات الموريتانية في أكثر من مرة مؤكدة أنها تبذل جهودا في سبيل ذلك. وبين خروج الصحفيين وتصريحات السلطات الموريتانية تمضي الأيام متثاقلة على ذوي وأصدقاء وأهالي إسحاق وللمختار في انتظار ما ستسفر عنه تلك الجهود.